ثم بعده ولا زكاة في حلي مباح. فهذا إذن هذه مسألة إذن مما يتابع ما يجب وجوب الزكاة في النقد. هل قبله شيء؟ نعم أنا قرأت تركت سطرا. نعم 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 شكرا. وكذا لا زكاة على وارث مات مورثه عن عروض تجارة حتى يتصرف فيها بنيتها فحينئذ يستأنف حولها. فإذا مثلا تاجر مات توفي ابنه أو وارث آخر وملك هذا المال بموته هل يعتبر له أيضا هذا مال تجارة؟ لا يعتبر له مال تجارة بل هذا مال قنية النبلة. متى يعتبر مال تجارة؟ حتى يتصرف فيها. يجب أن يتصرف في هذه الأموال جميعا ليس في جزء منها بل في هذه الأموال جميعا يتصرف بالفعل بنيتها بنية التجارة من ذلك الوقت يستأنف الحول بموت ذاك الرجل ما ينقطع. إذن انقطاع الحول بالموت وكذلك استئناف الحول بالتصرف هكذا ذكر أمرين في هذا الحكم. ثم بعده ولا زكاة في حلي مباح ولو لإجارة إلا بنية كنز. لا زكاة في حلي مباح هذا في الحقيقة استثناء مما تجب فيه الزكاة من النقود من الذهب والفضة. لو كان الذهب والفضة حليا مباحا لا تجب فيه الزكاة. هذا في مذهبنا. أما في المذهب الحنفي فيجب فيها أيضا الزكاة. نعم في الحلي يجب الزكاة. حلي جم الحلي هو مفرد. نعم مباح مباح ما معناه؟ هذا الإباحة كما يفيد ظاهرها غير المحرم والمكروه. إذن لو كان الحلي حراما يجب الزكاة كذلك لو كان مكروها أيضا يجب الزكاة. ما يقارب الإسراف وهو مكروه. ما هو الإسراف؟ تحقق فيه الإسراف وهو حرام. هكذا هو ما يقارب الإسراف وهو مكروه. ما تحقق فيه الإسراف من الحلي وهو حرام. سيأتي مثال الإسراف. لماذا لا يجب في هذا الحلي المباح زكاة؟ لا يجب لأنه معد لاستعمال مباح كعوامل المواشي. فإذا هذا يعتبر من مرافق الحياة. فإذا لا يجب فيه الزكاة. مثلا كعوامل المواشي رجل عنده ماشية يستعملها للزرع وكذلك يستعملها لسوق الماء فهكذا مواشي كثيرة. مثلا هذا الرجل صاحب مال كثير لأجل ذلك مثلا عنده عشرة من الإبل يستعملها في حاجة حياته لا يجب فيها الزكاة مع أن خمسة من الإبل يجب فيها الزكاة لو كان هذا مواشي لأجل الحاجة. وكذلك رجل عنده عبيد لا يجب فيها الزكاة لو لم يكن لتجارتنا. لو كان للتجارة يجب فيها الزكاة إذا بلغ قيمته النصاب. نعم كذلك حلية من مرافق الحياة. نعم ولو اتخذه الرجل بلا قصد لبس أو غيره لو هو فإذا هذا حلي مباح من الذهب والفضة هذا ليس بحلال للرجل. مع ذلك رجل ملك هذا الحلي عندما يملك يكون على حالات إما يملك لأجل اللبس مع أنه حرام ارتكب هذا الحرام أو يعني هو يملك لأن يتبرع به أن يهديه لآخر هكذا أو هو يملكه لأجل اتخاذه مال تجارة هو يتجر للمحتاجين وهكذا أو بنية كنز هكذا حالات مختلفة. فإذا متى يجب ومتى لا يجب؟ هذا الذي يقول إما اتخذه الرجل بلا قصد ليس عنده أي قصد بلا قصد لبس أو غيره هو يعني عندما وجد مالا اشترى فقط ليس عنده أي قصد ثم أو اتخذه لإجارة أو إعارة لامرأة لو كان إجارته هو
يجد يعني الربح بسبب كسب الأجرة، أما إعارة هذا يكون تبرع لا يكون فيه شيء. نعم هكذا إجارة أو إعارة لذلك عملك إلا إذا اتخذه بنية كنزين. فإذا في هذه الحالات المتقدمة لا يجب فيها الزكاة بل هو على الرجل إلا بنية كنزين. فإذا رجل اتخذه بنية كنزين يجب فيه الزكاة. نعم فتجب الزكاة فيه. نعم فرع. فإذا هناك الرجل والمرأة ليس قيدا بل بأي نية يتخذه. المرأة هي اشترت يعني حليا بنية الكنز يجب فيه الزكاة. ثم فتجب الزكاة فرع. يجوز للرجل تختم بخاتم بلة. ثم يعني مسألة أخرى يعني ماذا يجوز للرجل والمرأة من الذهب والفضة؟ هذا الذي يبين. يعني يجوز للرجل تختم بخاتم فضة. تختم أين في اليد؟ أما تختم في الرجل ماذا حكمه أو في مكان آخر بالنسبة للرجل؟ الذهب حرام. أما الفضة قال ابن قاسم هل يحل للرجل الخاتم في رجله؟ فيه نظر. وقد يقال قضية قولهم الأصل في الفضة التحريم إلا ما صح الإذن فيه عدم حله. نعم لأجل ذلك الفضة حرام للرجل الذهب حرام أما الفضة الأصل فيه أيضا الحرمة يجوز ما استثني منه. ماذا استثني من الفضة للرجل؟ هذا التختم في أصابع اليد فقط. فإذا يكون غيره حراما من الفضة أيضا هكذا ذكر الشرواني. نعم ينقانا مثلا هذا حلي فضة في عنقه أو في يده أو في رجله أو في أذنه أو في أنفه في أي مكان. ثم تختم بخاتم فضة بل يسنون. نعم في خنصر يمينه أو يساره كلاهما جائز في الخنصر للاتباع. ولبسه في اليمين أفضل هكذا في خنزر يمينه أو يساره. ما هو الأفضل؟ أفضل يمين. وصوب الأزرعي على ما اقتضاه كلام ابن الرفاع رحمه الله من وجوب نقصه عن مثقال بالنهي عن اتخاذه مثقالا. ورد في الحديث نهي عن اتخاذ الخاتم بمثقال. مثقال مثقال من الذهب هذا مسألة عن الفضة. فإذا ما معنى عن مثقال؟ يعني عن وزن مثقال. نعم فإذا هذا يزيد عن وزن درهم بشيء هكذا. فإذا بجرام ذكرت يعني يقل عن الخمسة بربع أشهر. نعم نعم بربيع خمس غرامات. خمس غرامات يقل بربيع يقل بربيع أشهر. خمس غرامات أو أربع غرامات لا عن ثلاث غرامات ينقص. نعم ينقص بربيع أشهر عن ثلاث غرامات. نعم غراماني و 975 ملي غرام هذا هو درام ينقص عن هذا. ثم وسنده حسن يعني سند هذا الحديث حسن. سنده هو الضمير يرجع الى النهي لكن ضعفه النووي رحمه الله. فالأوجه انه لا يضبط بمثقال بل بما يعد اسرافا عرفا. هنا ايضا ما يعد اسرافا وهو حرام وما لا يعد إسرافا وليس بحرام. فإذا هذا الإسراف في الوزن ليس في التعدد. رجل يعني لو لبس خاتمين هل يعد إسرافا؟
هذا لبس الخاتمين سيأتي المسألة لا يجوز يعني يجوز خاتم واحد فقط ثم في هذا الخاتم يعتبر الإسراف بكثرة وزنه نعم. قال شيخنا وعليه فالعبرة بعروف أمثال اللابس نعم. الإسراف ولا يجوز تعدده خلافا لجم جم قالوا يعني يجوز التعدد لكن هذا تعدد حرام يلبس واحدا فقط لماذا التعدد صار حراما يعني هذا الفضة حرام مثلا ثم إلا ما أذن فيه الشاري هنا أذن لخاتم واحد فقط خلافا لجم حيث لم يعد إسرافا يعني لو كان هذا هذا التعدد إسرافا فهو حرام عندهم أيضا فإذا لو كان هذا التعدد إسرافا ففي حرمته فلا خلاف في حرمته بل هذا الخلاف مع التعدد بدون إسراف ثم والتحليته آلة حرب كسيف ورمح وترس ومنطقة تحليته تحلية الرجل يجوز للرجل تختم هكذا سبق فإذا هذا تحليته اعتفن على قوله تختم فإذا الضمير يرجع إلى الرجل إلى الرجل فإذا يجوز تحلية الرجل آلة حرب كسيف رمح ترس منطقة وهكذا سكين الحرب هو تحلية يعني تزيينه ثم بأي شيء وبذهب لا بفضة سيأتي يعني لا بذهب هكذا يقول تحلية يعني تزيين ثم هل يشترط أن يكون هذا الرجل محاربا مجاهدا هذا لا حاجة إليه أيا كان إما هو رجل تاجر فلا بأس رمح ترس منطقة منطقة ما هي وهي ما يشد به الوسط نعم على الإزار يشد لئلا يسقط الإزار نعم أو يعني السروال هذا منطقة وسكين الحربي من آلات الحرب دون سكين المهنة يعني في لقطع الأشياء يستعمل يعني سكين في المطبخ هذا لا يجوز تأهليته ولو للرجل ولو بفضة ثم والمقلمة دون سكين المهنة وسكين المقلمة المقلمة تعتبرنا لقوله المهنة إذن معناه لا يجوز تأهلية الرجل سكين المهنة وسكين المقلمة المقلمة ما هو هو وعاء الأقلام يوضع هذا وعاء يوضع فيه الأقلام هذا مقلم فإذا لماذا سكين للمقلمة هذا في قديم الزمان يكون القلم من خشب خشب يكون في طرفه خشونة إزالة هذه الخشونة لإزالة هذه الخشونة يستعمل سكين يكون طرفه حادا عندئذ يكتب جيدا هكذا كان نحت نعم يقال له مقشط مقشط لهذا السكين يقال مقشط قشط يعني هذا أزال الخشونة من الخشبة من العود بفضة هذا يجوز بفضة لكن بلا سرف بدون إسراف لأن في ذلك إرهابا للكفار لأجل هذه المصلحة نعم لا بذهب لا يجوز بذهب لزيادة الإسراف والخيناء والخبر المبيح له ضعفه ابن قطان هناك حديث يبيح أي شيء هذا التحلية بالذهب للرجل ضعفه ابن القطان وإن حسنه الترمذي رحمه الله فإذا ابن القطان ضعف وحسن الترمذي فإذا ما هو الراجح هذا تضعيف ابن القطان راجح لذلك ذكرنا ثم وتحليته مصحفا كذلك يجوز تحلية الرجل مصحفا قال شيخنا أي ما فيه قرآن مصحف يعني لا حاجة أن يكون هذه الدفة ما بين الدفتين المصحف المعروف بل ما يكتب فيه القرآن أيا كان لو كانت ورقا ولو للتبرك لا للتعليم بل للتبرك يجوز
كغلافه يجوز تحلية غلاف المصحف أيضا بفضة كل هذا بفضة. وللمرأة يعني يجوز للمرأة تحليته تحلية المصحف بذهب إكراما فيهما فيهما يعني بالنسبة إلى الرجل والمرأة. يجوز تحلية المصحف بفضة وذهب بفضة للرجل وذهب للمرأة هذا إكرام للمصنف للمصحف القرآن. لذلك يذكر من هذا الجنس مسألة أخرى وكتبه بالذهب حسن يعني كتب القرآن كتابة القرآن بماء الذهب وهو حسن جيد لماذا؟ لأجل إظهار علامته. نعم ولو من رجل هذا الرجل هو الذي يكتب بالذهب يجوز. لا تحلية كتاب غيره لا يجوز تحلية كتاب غير القرآن هذا للقرآن خاصة ولو بفضة لا يجوز. ثم والتنبيه حرام قطعا مطلقا ثم إن حصل منه شيء بالنار على النار حرمت استدامته وإلا فلا. ثم تنبيه معناه هذا يعني الطليون هذا الساق في الفوق فقط يكون داخله شيء آخر إما نحاس فإذا هذا نوع خدية لذلك لا يجوز فيه يكون نوع خدية. التنبيه حرام قطعا هذا ابتداء حرام كذلك إدامته أيضا حرام لذلك قال ثم إن حصل منه شيء بالعرل على النار يعني إزالة هذا الطلي كيف يكون هذه الإزالة بالعرل على النار. فإذا لو يحصل بهذا شيء من الذهب يجب هذه الإزالة يعني تمييز هذا الذهب ولبه بالعرل على النار متى لو يحصل منه شيء حرمة استدامته وإلا فلا. ثم وإن اتصل بالبدن خلافا لجمع ممكن هذا الشيء المموه اتصل بالبدن مثلا رجل اتخذ سنا أو اتخذ أنملة من الذهب ثم ألصق بإصبعه المقطوعة هكذا صار جزءا ثم بعد ذلك هذه الأنملة المموهة بالذهب لو عدلت على النار يحصل منه شيء فيجب عليه هذا يعني العرض على النار يجب يحرم استدامته هذا الذي قال. ثم خلافا لجمع ويحل الذهب والفضة بلا صرف لامرأة وصبي ويحل الذهب والفضة بلا صرف لامرأة وصبي صبي يعني إلى أن يبلغنا إلى وقت البلوغ هذا هو الله إجماعا يجوز إجماعا في نحو السوار السوار يعني حلي اليد السعيد الخلخال هذا هو حلي الساقنة والنعل كذلك الطوق وعلى الأصح في المنسوج بهما ويحل لهن التاج هذا وعلى الأصح هذا عتفن على قوله إجماع فإذا يجوز يحل الذهب والفضة بلا صرف لامرأة وصبي على الأصح في المنسوج بهما منسوج بهما يعني هذا هو صوب في الحقيقة لكن نسج بأي شيء بذهب وفضة هذا يجوز. ثم ويحل لهن التاج لهن يعني للنساء كذلك للصبي أيضا التاج أيضا تلبس على الرأس وإن لم يعتدنه والنساء لم يعتدن التاج مع ذلك يجوز لهن يعني ليس في قومها هذه العادة عادة لبس التاج. ثم وقلادة فيها دنانير معرات هذا أيضا جائز يحل التاج كذلك قلادة قلادة يعني ما يلبس في العنق ثم فيها دنانير معرات دنانير معرات معناه دنانير يعني ما قال هي التي يجعل لها عيون ينلم فيها سواء كانت العيون منها أو من غيرها يعني يجعل يصنع له مكان للربط والسلك
هكذا ثم ينلم في خيط هكذا. فإذا في الحقيقة هذه قناة في العادة بعد ذلك ألصق فيه دنانير دنانير بعين علق به هذا أيضا جائز قطعا. وكذا مصقوبة أو يعني هذه دنانير ثقبة سنيا ثقبة ثم من هذه الثقبة هكذا أدخل الخيط هكذا ولا تجب الزكاة فيها في هذه الحلي. أما مع السرف فلا يحل شيء من ذلك يعني من بداية هذا الذكر ذكر بلا سرف بلا سرف في أي أمر كان للرجل أو للصبي أو للمرأة يعني كلما ذكرنا الجواز جواز ذكرنا قيد بلا سرف إذن بسرف لا يجوز شيء منه حتى الخاتم للرجل. نعم كخلخال وزن مجموع فردتيه مئتا مثقال فتجب الزكاة فيه هذا مثال لل يعني الصرفي كخلخال وزن مجموع فردتيه فإذا هذا إسراف باعتبار الوزن لأن خلخال واحد يعني مجموع فردتيه هكذا مئتا درهم لا يكون عند أحد من الناس بلا إسراف بل هذا يكون إسرافا عند جميع الناس أيا كان مهما كان غنيا. فإذا ذكر هذا مثال ليس هذا يعتبر في الوزن فقط أو في يعني حلي حل واحد فقط بل وهذا يعتبر في مجموع الحلي كما يظهر من الحواشي. نعم فإذا ينظر إلى مثل حاله حال من جاز له هذا الأمر أي ما مرت أو صبي أو رجل أو حاجة كذا وكذا وكذا. فإذا لو كان يعتبر إسرافا في العرف فلا يجوز ويجب الزكاة فيه. نعم لو كان قريبا منه وهو مكروه يجب الزكاة فيه. يعني الزكاة ليس في قدر الإسراف بل في الجميع يجب